الحسين عليه السلام وارث آدم صفوة الله. الطريق إلى كربلاء. المسير الحسيني من مكة إلى كربلاء في 27 من شهر رجب عام 60 من الهجرة، بدأ المسير الحسيني نحو الشهادة في أرض الطفوف بكربلاء العراق. هناك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلن الإمام الحسين عليه السلام رفضه أن يتسلط على رقاب المسلمين رجل كيزيد، معلن بالفسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمة، ليقولها واضحة مدوية: ومثلي لا يبايع مثله. ليخرج عليه السلام من المدينة في تلك الليلة متوجها نحو مكة، ومعه بنوه وبنو أخيه وأخوته وجل أهل بيته، فأقام بها باقي شهر شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة. بقي الإمام الحسين عليه السلام في مكة إلى يوم التروية 8 من ذي الحجة، حيث أبدل حجة بعمرة خشية أن تنتهك به حرمة البيت الحرام، وعزم على المسير إلى العراق. كانت الفترة التي قطع فيها الركب الحسيني الطريق من مكة إلى كربلاء 23 يوماً، فيما أمضى 8 أيام في كربلاء. كانت بين مكة وكربلاء منازل كثيرة نزل الإمام الحسين في بعضها، ومر ببعضها الآخر، أو بات في بعضها الآخر ليلة. بعض تلك المنازل أشهر من بعضها، لكن الإمام الحسين عليه السلام ما حط رحاله في جميع تلك المنازل، بل كان يحط رحاله بين منزل وآخر. والمنزل هو موضع النزول والاستراحة على طرق السفر الطويلة، وكانت المسافة بين منزل وآخر بين 3 إلى 5 فراسخ. الفرسخ يعادل ما بين 4 و6 كيلومترات في النظام الحالي. وترتيب تلك المنازل بحسب بعض المصادر التاريخية هي: صفاح، ذات عرق، الحاجز، الخزيمية، زرود، الثعلبية، شقوق، زبالة، شراف، ذو حسم، البيضة، الرهيمة، القادسية، عذيب الهجنات، قصر بني مقاتل، نينوى، كربلاء. وهكذا في 2 من محرم الحرام سنة 61 من الهجرة حط الركب الحسيني في كربلاء، ليبقى فيها 8 أيام، وفي 10 منه حدثت واقعة الطف، وفيها انتصر الدم على السيف، وامتاز الحق عن الباطل، وبدأت تتداعى دولة بني أمية، ويشع نور الإسلام المحمدي بدم الشهادة.